سلطه الفتوش. يلا بينا يا تركيتك يا حسني، والصوص الدريسنج بتاعها. عشان اعمل فتوش قلب خصيه او كابوتش اهو، بص مغسوله وناشف، خيار مكعبات مغسول وناشف، وايه تاني يا حسن؟ طماطم، لحم بدون جلد بدون بذر، فجل يا حسني مكعبات مغسوله وناشف. الفجل ده تحفه. بصي بقى، بصلايه حمراء برضو مكعبات، فلفل رومي اصفر، وايه تاني يا حسن؟ فلفل احمر، بصل اخضر، حاضر، ورق نعناع، وورق ريحان. ورق لونوا لونوا يا جماعه طبقكم، لونوا طبقكم. هو الطبق ده بص بص اهو اهو اهو، بص الوانك اهو بالشكل ده عشان تعملي احلى سلطه يا جماله. ايه تفاصيلك؟ الصوص دريسنج، معلقتين زيت زيتون. على فكره الفجل ده مفيد قوي جدا جدا، ممتع. بصي كده زيت زيتون. ايه تاني؟ دبس رمان. بص الدلع اهو، دلع اهو دلع. وبعد كده سماء وسنة ملح وسنة فلفل. تحياتي وتحياتي تحياتي وتحيات كمان وسينة. حاضر. بصي بقى عيوني بس كده يا دلع، بس اوامر. بص اهو، بص بص طبعا الغرف يا ربيع، بص كده بص كده بس كده. تعال اهو، ما يقدرش. النقطة المهمة بقى، مش هنحط الصوص قبل ايه؟ قبل ما مش هحط الصوص اللي عندي التقديم مع الخبز عشان يبقى كريسبي. وهم اهم حاجة عندهم ده اهو، خلاص استوى. برافو. والمونيوم فويل اهو بنفسي. ايوه. لا هقول لك حاجة، بس هقول لك حاجة، ما تستعجلش على رزقك. مستعجل دايما مستعجل. مش هتقفل ابرشمها، مش هتقفل. تعالي بقى بصي ده اهو، يلا بسرعه. استوت تمام. اصفيها عشان احط الخبز يتحمص. يلا. بتاع الايه؟ الفتوش. طيب لحد بقى ما الخبز الفتوش يتحمص، طلعنا الكوبيبه مشاهدينا، وهنعمل بعد فاصل صغير جدا الفتوش والحلو اللي الشيف حسن عامله لنا النهارده بعد فاصل صغير.